السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أصدقائي وأحباب منشرين ومشتركوا ومتابعي قناة دكتورات محمد عبدو على الحب، دائما نلتقي بفضل الله تعالى إن شاء الله. شباب اليوم منظر طبيعي بشكل مختلف والجميع معانا مستفيد بإذن الله تعالى. بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة العالمين، وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو لعمل لنا كان يستمر، واشتراك في القناة لحضرتك أول مرة زورنا في القناة، وسيبنا اشتراك حضرتك في القناة تفعيل لك زر الجرس حتى يصلك كل جديد. المهم انا عايز حضرتك او حضرتك البدايه تكون بالشكل ده، وتعالوا نشوف النتيجه، والنتيجه هتبقى مبهره بالنسبه لكم باذن الله تعالى. والشغل ان شاء الله اليوم فيه معلومات كتيره جدا، فعايزكم تسمعوني كويس علشان نقدر نتكلم في تفاصيل اكتر واحده واحده. بدانا باللون البرتقالي زي ما حضراتكم شايفين، وفرشنا مساحه كده عباره عن شجره وبعض الحشائش اللي هي في المقدمة، في مقدمة اللوحة. ومش هسيب الموضوع كده، لا اجيب سنة اسود وابدأ اخلطها مع البرتقالي علشان ادخل بحبة الظل، اوزع الظل بهذا الشكل. طبعا لو شايف ان الاكريليك بيجف معاك بسرعة، قبل ما تروح بالفرشة على اللون ياريت تحطها في المية كده، وبعد كده تفرخها من المية، يعني باللي شعر الفرشة كده سنة مية خفيفة قوي، دي بتمشي الدنيا معاك وبتخلي مزج الالوان بيبقى جميل جدا وسهل. طبعا احنا مخططين اللوحه بالقلم الرصاص تخطيط خفيف، فانا عندي هنا اكتر من مساحه، مساحه للون الاورانج ومساحه للون الاخضر، وبعد كده هطلع على عند خط الافق هناك هتلاقي مساحه الزرع هتكون واخده لون اصفر خفيف كده. فازاي نعمل تدرج في الالوان والمساحه دي كلها تكون فيها تدرج بشكل كويس، وتحس كده ان شعاع الشمس، لان دي مساحة مفتوحة فالشمس هنا بيبقى فيه تدرج في توزيع الضوء بتاع الشمس على الزرع. فاحنا بدأنا بمساحة الاخضر الغامق، وبعد كده رحنا بمساحة الاصفر، وزودت فوق هناك عند خط الافق سنة ابيض بسيطة، وابدأ اعمل دمجة للالوان دي كلها وانا نازل، وعامل حساب ان في المساحة اللي انا سايبها بالابيض دي هيكون فيها بيتين حلوين بعيد. الفرشه مكانها ميه اهو، معاها لون، ببدا انطر كده حاجات بسيطه بعض النقاط كده، وهاخد بالفرشه سنه لون اخضر مع الالوان اللي انا نطرتها بالفرشه دي كده، النقاط اللي نزلت دي كده، وابدا رايح جاي بشكل افق لحد ما يحصل هذا المزج وهذه الحالة من دمج الألوان الأكريليك بسهولة جدا. المنظر في بدايته بيخليك تتطلع إلى إن إزاي تكون النهاية، ولكن ده ما يخليكش الفضول، يخليك تسرع تفوتك مراحل كتيرة ومعلومات مهمة. أنت دخلت الفيديو هنا لازم تستفيد طبعا، فأصبر علشان تستفيد إن شاء الله. بعض النقاط انا بشتغل بوريك طريقه للشغل، يعني بعض النقاط بالازرق وجنبها تحتها على طول بعض النقاط بالابيض، ملهاش قاعده محدده، ملهاش ترتيب، ولكن الفكره انك تخلي الازرق الغامق فوق وتبدا تفتح مساحه السماء وانت نازل لحد خط الافق. شوف هنا خدت على وش الفرشه كده خط ابيض وبكل سهوله كل بساطه ببدا رايح جاي، وايدي خفيفه، ايدي طايره خالص كده، تديك بعض تأثيرات السحاب في السماء. انت هنا ما عملت السحاب خالص، انت هنا بس بتفرش الضوء في السماء، يعني من الازرق الغامق للفاتح 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 لحد ما توصل عند خط الافق. تعالوا بقى نشغل السحاب باكتر من على اكثر من مرحلة. المرحلة الاولى ان انا باخد الابيض، وبالرغم من سرعة الفيديو في الجزئية دي الى ان كل حاجة واضحة، ركز كده، باخد الابيض واروح اعمل بيه تمويجة كده، ولان دي مرحلة اولى في رسم السحاب، وبحاول بالهواء بطيار هواء كده انشف بسرعة، لان انا رامي سنة ابيض وعايز ادخل في المرحلة اللي بعدها عشان اتأكد بس ان الارضية نشفت تماما واللون ما يخلطش معايا. تعالوا بقى نغير الفرشة، وجبنا فرشة تاني يكون شعرها طول شوية. شوف بقى الضربات دي كده اهي بالشكل ده، شايف الميول اتجاه الفرشه؟ دايما باكد على اتجاه الفرشه بيفرق معاك في رسم العنصر
اللي حضرتك او حضرتك بترسميه. يعني انا هنا عايز كتل السحاب تكون جايه بالشكل ده، فاللي العامل الاساسي اللي بيساعدك في انك توصل لده هو اتجاه الفرشه، حركه ايدك. ركز في الكلام ده كويس، هتلاقيه وهتحتاجه وافتكره وانت شغال. بسنه ازرق مع الابيض كده علشان ادي الغامق والفتح في التكتلات دي. وتعالى شوف بقى الشكل النهائي ليها، هبدا ازود ابيض بقى قوي، ابيض قوي اه، من اعلى لاسفل كده وانا نازل. وكده تبقى مساحه السحاب او مساحه السماء بالتكتلات السحاب اللي فيها انتهت يا فنان. الموضوع سهل وبسيط. ضربات، فالضربات دي بقى اثناء الضربات دي بقى انت بتعمل ايه؟ بتظهر المناطق الاكثر اضاءه في السحاب. وتعالوا بالاخضر مع الموف، ده اخضر وعليه موف. خلي بالك عينك دايما على البلتة اللي هي في الجزء اللي على اليمين الشاشه، اللي بتظهر بيظهر لك لون جديد، فاللون الجديد هنا ايه؟ الموف، اهو بظهره على الشاشه. انا ليه بصرح هنا فنان؟ لان ده انت تقدر تدركه بعينيك وتشوفه وتفهمه، لكن لما اجي ابدا ادي تاثيرات بسيطه ايوه. شوف بقى هنا السرعه تبدا تهدى بقى، تبدا هنا تهدى. ليه؟ لان انا محتاج هنا قوي اشوف انا هعمل ايه. باللون الموف ببدا اخلطه كده بشكل جيد مع اللون الاخضر، عطاني درجه زي اللي حضرتك شايفها دي. دي نوعيه من الجبال. يهمني قوي وانت بترسم الجبال اقول لك شايف سطح الجبل من فوق واخد شكل ايه؟ الخط الاوت لاين اللي فوق ده عايزك تركز فيه قوي. مش كل الجبال بتاعتنا تبقى مثلثات او اهرامات او مدببه، لا، خد الانحدار ده والميول ده في الطبيعه دي يديك شكل جميل جدا. طب سيب الجبال دلوقتي وتعالى بس نلحق نشوف احنا بنعمل ايه. انا بدات اجيب افرش ضوء شمس. كل اللي انا عملته باللون الاصفر ده ضوء شمس. الشمس هنا جايه تقريبا من جهه، نقول من اليمين للشمال اهو، ففرشه معاك المساحه دي كلها. لكن في فنيات صغيره قوي بسيطه ما تعديش عليك. بعد ما بفرش الاصفر كده احط وش الفرشه كده في الغامق، شوف في اللون الغامق ده كده، وايه ابدا اخطط واسطر كده بحيث يديك مساحات عاليه وواطيه. شوف اهو حاجه بسيطه على وش الفرشه كده، ده درجه لون من الغامق اللي موجود في البالتة اهو، اخضر على اسود على موف على اي حاجه. المهم انك انت تدي ايه درجه غامقه كده، وشوف وبشعر الفرشه بتبدا تسحب لتحت كده. ده بيديك تاثير حشائش، لانك انت في نفس الوقت بالغامق ده بتقص في الفاتح بشعر الفرشه، فبيديك حشائش وبيديك كمان تاثيرات حلوه للمساحه دي. انت كده بتشكل المساحة الشاسعة اللي ظاهرة معاك في الصورة، بتشكلها من ايه؟ من ارتفاع للحشائش اللي موجودة فيها، ومن توزيع لضوء الشمس، وهكذا يعني. فده مهم جدا، الله يكرمكم، تهتموا بالتفاصيل البسيطة دي. وواحدة واحدة كده تبص تلاقي اللوحة بتاعتك بدأت تظهر، وثقة في الله نجاح. يعني ما خلي ثقتك في ربنا كبيرة، ثم ثقتك في نفسك إن شاء الله، إن ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني أنت اتعب شوية وفي كل مرة هتجد إن مستواك بيتحسن. زي أي هواية، أي شخص بيمارس أي هواية أخرى بتجد إن مع الاستمرارية بيكون مستواه دائما للأفضل. لكن لو توقف، إذا توقف لا قدر لأي سبب، تبدأ إيده تتقل، تبدا لمسته تبقى ضعيفه شويه. فاحنا مع الاستمراريه ان شاء الله، ومعاكم على طول مستمرين باذن الله تعالى. تعالى بقى تجيب الفرشه الجميله دي ب 30 جنيه، شعرها طويل وهي صغيره اصلا مقاس صغير، وتعالى نرسم بيه الحشاش. شوف بقى انا ببدا الحشاش ازاي، من اسفل لاعلى. شايف الشده دي؟ شايف حركه الفرشه؟ شوف حركه الفرشه عامله ازاي. دي بتديك حشائش، بعض الحشائش الصغيره اللي بيبقى ليها مفعول السحر في اللوحه. زي ما حضراتكم شايفين اهو. واحد يقول لي طب انا هشغل من اعلى لاسفل، براحتك. المهم انت في الاخر الشغل بالطريقه اللي انت شايفها تديك انتاج صح، وتديك لوحه جميله، وتديك ملمس حلو. شوف انا رحت على الالوان الفاتحه، هبدا ازود بقى، ازود. يبقى المساحه الشاسعه اللي قلنا بنشكلها بتتشكل معاك هي على اكتر من مرحله. لو انا جيت
اجيب من اعلى الاسفل كده بشعر الفرشه كده، لقيتها بتديني كتل ومش عايز ده يا سيدي، اشتغل من اسفل لاعلى مفيش مشكله خالص. بوزع، شوف بتوزع حشائش، الحشائش دي مشبعه بضوء الشمس بدرجات مختلفه. شوف انا قربت هنا عند الجبل اهو، انا كده في ابعد مساحه. والشاطر بقى والناصح والمركز في الشغل وفي الشرح يقول الفرشه هنا عند الجبل هنا دي مساحه تديك كام كيلو متر لو انت في الطبيعه موجود هنا. لو عايز توصل هناك عند شعر الفرشه كده عند التقاء الجبلين ده يديك مساحه مسافه كده كام كيلو متر. انا شخصيا اعتقد حوالي 5 كيلو متر. اذا كنت معايا قول في التعليقات، اذا كنت مش معايا مع او ضد يعني المساحه دي كده، المسافه دي كده تصل من بدايه اللوحه الى نهايه او اسفل الجبل الخلفي عند شعر الفرشه زي ما قلت لك كده، تصل اللي هي في ابعد نقطه تصل حوالي 5 كيلو متر. اكتب لي في التعليقات وقول لي. تعال بقى لاهم منطقه او نقول اهم مرحله علشان نكون دقيقين في اختيار الالفاظ. اهم مرحله دي المرحله الثانيه في رسم الجبال. بدات اللون الموف على الاخضر ده هديله سنه ابيض خفيفه كده وبوش الفرشه. بس هشوف بقى هنا الفرشه، انت هنا مش بترسم حشائش، انت بترسم بتوزع او بترسم تكتلات في الجبل. فجبنا فرشه مسطحه، الفرشه دي فرشه انجلو اللي هي الفرنساوي 3/4. وطبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان في فيديو تم نشره لتوضيح احجام وانواع الفرش وطريقه استخدامها، اتمنى انكم تراجعوا الكلام ده كويس وتستفيدوا منه. ايه اللي في الفرشه؟ الفرشه فيها لون فاتح، بفضل مع اللون الفاتح ده شباب لحد ما يبدا يخف معايا تدريجيا. شوف انا هبدا افرق الجبل اللي في المقدمه ده عن الجبل الاخر، فبديله سن الضوء على قمه الجبل كده وانا ايه رايح. بس خلي بالك انت بتشتغل باللون ده تفضل مع اللون ده توزع منه ضوء لحد ما يبدا اللون يختفي معاك تدريجيا. اهو واحده 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 اهو، الامور بسيطه جدا والشغل سهل وجميل وممتع ورائع ان شاء الله. تعالى كده نزود هنا حبه اضاءه، شوف اهو وزع ضوء، الضوء هنا واقع على الجبل من جهة اليمين. طالما في ظل في الشمال كده بعض الاشجار بقى، شوف هنا بقى الشجرة هنا حجمها ايه، حجمها ايه، حجمها قد ايه، تشغلها ازاي بكل بساطة كده. وش الفرشة يا باشا كده وابدأ افرش وارسم شكل الشجرة. طبعا الشجرة دي قريبة شوية، قريبة عن الجبل يعني، لذلك السؤال اللي أنا سألته لحضراتكم عن المسافة لما بعد هذه الأشجار كمان. تعالى ناخد شجرة تاني جنبها، الناس اللي بتشكي من رسم الأشجار أهو، موضوع بسيط جدا. يا حبيبي يا فنان يا فنانة، أنتوا بتحاولوا تجيبوا شكل الشجرة على هيئة شجرة، لكن كل اللي انت لازم تركز فيه هو ارتفاعها، المحيط بتاعها شكله ايه من الخارج، خدت بالك اهو. ونسيب مسافة كده ونبدأ نحط شجرة تاني، نرسم شجرة تاني. طب ليه نسيب مسافة يا فنان؟ اقول لك ليه، حاضر. وطالما ارتفعت الشجرة عن محيط الجبل كده من فوق تعرف ان الشجرة دي قريبة عن الشجرتين اللي على يمينها. ليه؟ لان حجمها اكبر وارتفاعها اعلى، وبالتالي الشجره اصبحت ايه قريبه. طب ليه سيبنا مسافه بين الشجرتين؟ علشان تحافظ على خلفيه الجبل اللي انت تعبت فيها ورسمتها، والا كان من الاول خلاص. طب ما انا كنت ارص شجر جنب بعضه كله. دي الفكره، هي دي الحاسه اللي لازم تكون موجوده عندك كرسام تشتغل لوح سواء على كانفاس او على جداريه كبيره، طالما بتشتغل في الطبيعه او مناظر طبيعيه. واحنا هنا بنشتغل باقل الامكانيات واسهل الاساليب يعني، بنحاول نشتغل بشكل مبسط يعني، مفيش احلى واجمل من البساطه يعني. فبنبدا نوزع الضوء على الاشجار بلون ايه؟ بلون وسيط. بعد كده تبدا تزود الضوء سنه سنه تدريجيا وهكذا. ها
هنبدأ بقى هنا بعد كده ننتقل لحاجة. ده طبعا ده الضوء اقوى ضوء اهو، ده اقوى ضوء. شوف الشجرة شكلها بقى اصبح عامل ازاي. طيب نبدأ نوزع ضوء في الارضية كده، دي الاشجار كلها انت هنا منها اللي في الخلفية. وبعد كده هنعيد رسم البتين تاني، ولكن تعالوا باللون البرتقالي كده اهو. بص على البلتة هنا، عينك على البلتة والاصفر، ونبدأ نشتغل في مساحة الزروع أو مساحة الحشائش اللي هي موجودة في مقدمة اللوحة. دي عبارة عن حشائش واخدة اللون البرتقالي الفاتح، ودي شجرة من نوع اللي هو بيكون شجر الزينة مثلا أو الورد، واخد اللون البرتقالي. ببدأ كده بالأصفر مع البرتقالي، وأبدأ أوزع درجة لون وسيطة يديني ضوء خفيف، ونجرب المساحة دي شوية علشان بفرشة قلم رفيعة حوالي 5 مللي مثلا، وببدأ أعمل بعض الحشائش. الحشائش اللي هي واخدة اللون البرتقالي دي بتكون عبارة عن حشائش تقريبا تكاد اللي هي تجف، فبتاخد اللون الذهبي ده، وفيه منها اللي بياخد اللون الأصفر الفاتح قوي، أو بتحس كده إنه قريب من الأبيض. شوف بقى بنبدأ نوزع الحشائش كده، ونوزع الضوء بتاعنا بفرشة قلم رفيعة اهو. بالفرشة بقى الكبيرة شوية دي اللي هي فيها شعرها يعتبر يعني الشعر طويل شوية وخشنة بسيط، يعني مش ناعمة اوي، هبدأ اوزع الضوء على الشجرة اهو. نبدأ نوزع كده على اطراف الشجر بحيث نتحافظ على الاماكن الغامقة، وكل ما بتخرج وكل ما بتطلع لبره كده تزود سنه ابيض على درجه اللون الاصفر بالبرتقالي دي، علشان يديك اوراق الشجر الاكثر عرضه لضوء الشمس، بتبان معاك فاتحه قوي كده، فبالتالي بتبدا الشجره تتشكل قدامك. ارمي عينك بقى معايا كده، بص معايا في الشجره، شوف توزيع الضوء فيها والظل والتكتلات بدات تظهر، والحشائش البسيطه اللي عملتها بالفرشه القلم الرفيعه شيء رائع بإذن الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. اهو خلصنا كده يا باشا؟ لا ما خلصناش. بعد ما ننتهي من توزيع ضوء، شوف كل مرة أزود أبيض وأخرج وأزود في حجم الشجرة، وأبدأ أدخل تدريجيا وأنا داخل للعمق. شجرة واخدة شكل جميل، وبنأكد على بعض الحشائش أهي باللون الأصفر الفاتح. منطقة اللي هي في بداية اللوحة دي منطقة جميلة جدا، لو نجحت فيها انت كده عديت 80% من اللوحة ما شاء الله. تعالوا لبعض الاخشاب علشان نرسم سياج خشبي رائع اهو. بالفرشة حوالي 12 ملي، دي فرشة قلم 12 ملي. شوف بقى واحدة مايلة كده يمين، واحدة مايلة شمال، خلي ما تمشيش بشكل منتظم، وكل ما تدخل هناك جهة اليمين، لانك انت بادئ من المكان القريب جهة الشمال، حجم كبير، فكل ما تروح ناحية اليمين هناك عند الشجرة حجم العود او قطعة الخشب بيصغر شوية. هنا بنبدأ نديله الضوء، وده بقى بيأكد لك ان الضوء في الصورة كله جاي من جهة فعلا من جهة اليسار، من جهة اليسار كده. بنبدأ نحط لسعة ابيض بسيطة قوي على حافة قطعة الخشب دي اهو. شغل يا جماعة شغل بسيط جدا، ولكن اللمسة بتاعتك تخلي اللوحة جميلة جدا اهو. شوف بدأت تزود الأبيض تدريجيا ازاي، ومفيش مشكلة لو بصباع ايدك كده تبدأ ايه تعمل التأثيرات الحلوة دي. بدأت ايه أسرح سنة، ولكن الفكرة وصلت اهي. شوف بتوزع الضوء ازاي اهو. ده سياج خشب. عايز اجيب حاجه بقى تمسك اعواد الخشب دي من اعلى، مفيش مشكله اجيب فرشه اللي هي بالاسود، فرشه قلم رفيعه بالاسود، ونبدا كده. شوف هتبدا تاخد كده قطع توصل بين دي ودي، واحده اهي كده. انا ما زلت باكد على الظل بعد ما اعطينا الظل والضوء. اللون الاسود انا عايز لون اسود يا فنان بقى، لسه كل دي اللي في الباليت الوان فاتحه. جبت الاسود اهو،
علشان اوصل بقى، عايز اوصل القطعه دي بالقطعه دي. شوف ازاي اهو، بسيطه جدا. وتراعي برضو الميول واتجاه كل قطعه خشب اهو. ببدا من عند واحده كده واوصل للثانيه، ما تجيش بخط واحد يوصل كلهم ببعضهم، لا ابدا من دي مثلا انزل اهو لحد دي، واخد من دي اوصل بدي، ومن دي للي بعدها. الخطا اللي الفنانين بيقعوا فيه ايه؟ انه بيجي ياخد لك كله ده خط واحد. يلا طب فين فين الفواصل بين كل قطعه والتانيه؟ طبعا وحطينا الضوء من اعلى، رسم البيتين هنا بقى بطريقه بسيطه جدا للناس اللي مشكلتها في رسم البيوت. يا باشا انا هبدا بالفرشه كده واجيب سطح البيت الاول اهو، الصعبه دي كلكم تقدروا ترسموا ده، وجنبها بس تحت سنه سطح البيت الثاني، لان البيت الثاني ابعد شويه، وحبه ضوء خفيفه بالاصفر على السطح كده من اعلى، وكمان واحده زيها على السطح الثاني، بس وانا رايح على الاولاني كده يكون فيه فاصل بسيط عشان يديني الظل بين ده وده. وبعد كده طبعا ده بوش الفرشه كده بمشط كده السقف بتاع البيت، خلي بالك دي الحركه دي، وتقدر من خلال امكانيات الهاتف معاك او الشاشه على الكمبيوتر تقدر تكبر الصوره وشوف حركه الفرشه ازاي. خدت اسود على وش الفرشه وبدات كده ايه، شوف اجيب الواجهه، واجهه المنزل جهه ايه؟ جهه اليمين، فاتح جهه اليمين كده. طبعا البيت ده خلف الشجر اصلا لانه بعيد، وبالاسود وتحت السقف على طول. شوف بدي ابدا من اعلى الاسفل كده وانزل بايه؟ باللون الاسود ده. ايه بقى الشغل الاحترافي في البيوت المرحله اللي جايه؟ ازاي ادي الضوء في الواجهه؟ شوف بقى، شايف بقى قلبه ايدك لفوق من اسفل لاعلى دي؟ شوف لما ارفع ايدي كده تخيل الشكل النهائي، توقع بقى. الله اهو واحده زيها اهو، شفت في ثواني اصبح البيت واقع عليه ضوء. لكن خلي بالك الضوء ده، مرحله اولى، دي مرحله اولى من الضوء. ليه؟ هجيب ابيض شديد شويه واعيد نفس الحركه دي على بعض حواف في البيت، تظهر لك ملامح البيت جميله جدا. المهم تعالوا للسياج، ده سياج بعيد بفرشه قلم حوالي 5 مللي اهو، ده سياج بعيد خلف المنزل، وممكن نعمل سياج عند البيت القريب هنا اتجاهه مختلف اهو، من الداخل للخارج كده، ده سياج اخر اهو. شوف حجم السياج ده من السياج القريب اللي هو في بداية اللوحة. المقاسات يا فنانين، المقاسات، الطبيعة كلها طبيعة السياج واحد في كله، خشبة مايلة كده وخشبة مايلة كده. وأيضا بالرغم من صغر حجم السياج ما تنساش تحط له الضوء بتاعه، تجيب كده سنة أبيض بسيطة وتبدأ تحط الضوء، توزع الضوء على السياج. طبعا الضوء كله جاي منين؟ جاي من الشمال لليمين، فهاجي من على الشمال كده اهو، لسعه بسيطه خالص. شوف ما تستهنش بهذه التفاصيل، التفاصيل البسيطه دي لما بتعود ايدك عليها وتعودي ايدك عليها يا فنانه، بتلاقي نفسك مع الوقت ومع الممارسه شغلك مستواه بيتحسن تدريجيا. اما لو بدات من بدايتك كده لا تهتم بالتفاصيل البسيطه، تاكد انك انت مش هتتحسن ولا هتتقدم ولا اي حاجه خالص. بعض الفروع في الاشجار البعيده لازم تظهر بالشكل ده، عايزك بقى تشوف الفرق بين حجم الشجره دي من حجم البيتين من حجم الاشجار اللي في الخلف. الموضوع ممتع، وكل ما بتحب عملك كل ما بتنتج فيه وتقدم
أجمل ما لديك في هذا العمل. وطبعا زي ما قلت لكم التوفيق ده من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الفروع البسيطة في الشجرة بنبدأ نظهرها. ايه محمد عبد، اشوفكم على خير، فيديو جديد، ما تنسوش شاشة النهاية. ان شاء الله سيب لكم فيديوين حلوين. دي لوحة القنفصة اهي، يا رب تعجبكم. حطينا برضو البيبان والشبابيك اهي، كنا اهو كده بدأ الامور تنتهي. لوحة جميلة تقدر تديها هدية لاي حد عزيز عليك او تعلقها على الحائط. ما تنسوش شاشة النهاية، وكمان وضع لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر. لو وصلت معايا للمرحلة دي يا ريت ما تبخلش علينا باللايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر طبعا. واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة زورنا في القناة، يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. سعدت بصحبتكم على مسافة 26 دقيقة. اتمنى يا رب اكون قدرت اقدم لكم شيء مفيد، وانتظروني في الفيديوهات القادمة. اخوكم محمد عبد من جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.